يا اخي باعتباري رياضي قديم، تعبت انا من مش من الرياضه، تعبت من كم النصايح الرياضيه اللي اصبحت ملخبطاني. يعني زمان كانوا يقولوا لنا مالاش تتمرن بالنهار، اتمرن بعد الفطار. بعد شويه قال لك لا، تتمرن بعد الفطار بيبقى جسمك تقيل فانت مش هتستفيد بالتمرين، فيفضل انك تتمرن بالنهار. بعد كده رجعنا تاني قالوا لنا لا، ما تتمرنش بالنهار الساعات المبكره. انا بقيت حقيقي متلخبط، يعني لو انا عايز العب رياضه ده لو يعني هلعب رياضه امتى، الساعه كام، وليه، عشان ابقى فاهم بقى. طب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذيه العلاجيه. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. صوت حضرتك بعيد قوي، انا عايز زمايلي يعلي الصوت وحضرتك تعلي الصوت ونلعلع كده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. نتمرن امتى يا دكتور؟ ده لو هنتمرن يعني، طبعا باين عليا قوي ان انا رياضي. هو بص حضرتك، اللي هو افضل وقت للتمرين اللي هو قبل الفطار على طول. ليه بقى؟ لان الجسم بيبقى صايم فترات طويله، فبالتالي لما بنعمل مجهود بياخد من المخزون الدهون اللي جوانا، فبنقدر ان احنا نخس. فاحسن وقت للتمرين اللي هو التمرين البسيط يعني، اللي هو قبل الفطار على طول عشان ناكل بعد. طيب وليه ما اتمرنش الصبح بدري اول ما اصحى؟ لا ما ينفعش. ليه بقى؟ ابقى صاحي فريش كده ونشيط وجامد جدا. ما هو التمرين بيحتاج ان انت تبقى واخد قبليه اكل او تشرب اثناءه او تشرب بعديه. الجسم مع التمرين بيبقى محتاج وجبه خفيفه قبليه نص ساعه، وبيبقى محتاج ميه اثناءه وبعديه عشان تعوض العرق اللي انت عرقته، لازم تشرب ميه. طب ما هو ده برضو هينسحب على تمريني قبل الفطار بساعه ونص ساعتين. لا هو احنا بنقول اللي هو قبل الفطار بساعه بكتير. ماشي، ما هو برضه يعني ما هو برضه يعني هبقى ما اكلتش وبرضه ما شربتش، وهي يعني. لا ما انا هقول لحضرتك، هي الفكره ان انا هخلص التمرين واكل، لكن فكره الوجبه ان هي اللي هي قبل التمرين لا، ممكن نتغاضى عنها عشان نخس اكتر. يعني لو احنا هنقول احسن وقت للتخسيس ان احنا نبقى قبليه مش واكلين وبعدين نتمرن، لكن المشكله بتبقى فين؟ ان انا اول ما اخلص تمرين لازم اكل عشان بيحصل تكسير للعضلات. فلازم يحصل تعويض ليها. فيبقى انا اتمرن واخلص تمريني يا دوب نص ساعه ومدفع الافطار هوب اضرب ابدا اكل انا بقى اضرب انا كمان. بالظبط كده، ده افضل وقت. الوقت الثاني بقى اللي هو بعد الفطار بساعتين ثلاثه. يعني سي احنا بنفطر على 6:30، نقول على الساعه تقريبا 9 9:30، يعني من 9 ل 11 ده افضل وقت للتمرين بعد الفطار. طيب سؤال، يحصل ايه لو انا افترضنا مثلا ان انا اتمرنت الصبح ومش حاسس ولا بجوع ولا بعطش، واقدر اكمل مثلا في الجامعه او اكمل في الشغل او اكمل في يعني ايا كان النشاط اليومي بتاعي، هل في اي ضرر يلحق بجسمي نتيجه ذلك حتى لو انا مستحمل؟ الضرر بيبقى زي ما قلت لحضرتك، انت بعد التمرين بيحصل تكسير للعضلات، فدايما عشان تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك محتاج التعويض السريع بتاعها. يعني المساله مرتبطه بان انا عايز ادخل للعضلات كميه بروتين اللي هي محتاجه لها مثلا. بالظبط بالظبط، يعني انت دلوقتي لما اتمرنت في بروتينات وفي جلايكوجين في العضله اتكسر، يعني جلايكوجين فقد والبروتين اتكسر. فده احنا محتاج ان احنا نعمل له ريفيل او عمليه تعويض. فبناخد، عشان كده بننصح ان الناس اللي بتلعب رياضه بعد الرياضه ياخدوا اي منتجات البان، لان البروتين بتاعها سريع الامتصاص. يعني انت لو قلت لي اكل مثلا لحوم فيها بروتين ولا اخد البان، هقول لك الالبان، لان الالبان او منتجاتها يعني، لان الالبان ومنتجاتها فيها بروتين عالي وسريع الامتصاص. كلمه سريع الامتصاص دي مهمه جدا علشان التعويض يبقى سريع للبروتينات اللي اتكسرت. واللي بناخد معاها دايما نوع فاكهه عشان فيها السكريات، عشان الجلايكوجين اللي فقد يعوض. انا بتكلم على العضله مش على الدهون. يعني ازاي ان انا احافظ على العضله في احسن مستوياتها؟ بعوضها دايما بالبروتين اللي في الالبان وبالسكريات اللي في الفاكهه عشان اعوض الجلايكوجين، فاحافظ على العضله دايما قويه والعضله بصحتها. هي دي الفكره. لكن ان انا لما ما اعوضش العضله بيحصل ان العضله دي بتضمر وبتصغر طبعا، طالما انا ما عملتش عمليه تعويض سريعه ليها. يعني يفضل للرياضيين ان هم يلعبوا قبل الفطار بساعه، وفي الفطار يبقى حريص ان يكون موجود معاه منتجات البان وفواكه.
طبعا طبعا، عمليه تعويضيه. عشان كده البروتوكول بتاع الرياضيين، بص استاذ يوسف احنا ما عندناش هذه الثقافه، لكن لكن هو المفروض يعني يبقى في ثقافه تغذيه الرياضيين. في احنا عندنا تشابتر اسمه تغذيه الرياضيين، اللي هو ياكل قبلها بنص ساعه ايه او اثناء التمرين، وبعد التمرين مباشره، وبعد التمرين بساعتين. ده بروتوكول يعني مهم جدا ان الرياضيين يبقوا على درايه بيه. طبعا احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نوعي في موضوع تغذيه الرياضيين. طبعا احنا دلوقتي احسن من الاول بكتير، التغذيه بقى لها يعني اهتمام كبير من الناس. فتغذيه الرياضيين برضو من البروتوكولات المهمه جدا. في بروتوكول لتغذيه الرياضيين، العمليه مش يعني ما بتبقاش عشوائيه، لا بالعكس. عشان كده انت بتلاحظ مثلا المنتخبات الاجنبيه بيبقى في عندهم اعداد اثنين، يعني اعداد بدني واعداد تغذوي واعداد كمان في نفسي. فكل الحاجات دي متجمعه تقدر تعمل بطل. عشان كده بنقول اللياقه في الرياضيين بنلاقيها كويسه مع الناس اللي عندهم التغذيه كويسه. عظيم أو جدا. او البروتوكول بتاع التغذيه كويس. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذيه العلاجيه.